الراجل كرشه أهم حاجة عنده. صدقيني كرش الراجل أهم من الراجل. سقعة محشي. عايزة تفكري بحاجة، عايزة تطلبي منه حاجة، خش عالكرش على طول. لو دايما لسانك حلو كده وبقك خاتم سليمان فسفوس كده ولسانك لسان عصفور، يعني لما يطلع يطلع كده ما يشوفش السن ما يشوفوش، مش وانت بيكلميه بيشوف الطعم اللي فوق بتاع سنانك ويشوف الحشو ويشوف اللوز من كتر ما انت بقول لك ايه، ما انا عايزه انام برضه. لا طول ما انت محزوقه على طول هيبقى زي الخاتم السوليتير في ايديك. ممكن تختاري الوقت اللي هو فيه اشفر ومفيش في جيبه ولا مليم، وقيس فجأة تحتاجي كل الحاجات اللي انت نفسك فيها، فايه الحل يا ترى؟ هضطر مضطرة نمشي. ان انا اضحي عشانك وامشي ماشي بطل، انزل اشتغل واتعب واجيب القرش من عرق جبيني واساعدك يا حبيبي. ايه شيء قدام المايك تحطه المخرج وبتاع، يلا يا استاذ يلا يا استاذ. انت متاكد ان انت بتعمل اصوات المايك؟ وده في الاخر بقى ايه بيقول لك شفيته وده نورتني يا استاذ. ايه اتفضل. نفسنا الموسم الثالث من الأحد إلى الأربعاء في 9 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.